تواصل قواتنا الباسلة عملياتها الناجحة في مدينة الأقصر وتحكم السيطرة على الحي الغربي في المدينة وتقضي على عدد من العصابات الإرهابية المسلحة وتدمر أوكارهم وعتادهم. نحن الآن في الحي الغربي برفقة بواسل الجيش العربي السوري. طبعا عمليات التقدم الجيش كبيرة ضمن هذا الحي والأحياء الأخرى، معنا أحد بواسل الجيش ضمن هذا القطاع. نعم، نحن الآن في الحي الغربي كما تشاهدون، تتابع قواتنا المسلحة تطهير هذا الحي بالكامل من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة. هي أبطال الجيش العربي السوري تتقدم ومنتشرة على الأطراف اليمنى واليسرى والمباني العالية كي تحكم السيطرة على الشوارع ودحر المسلحين الإرهابيين الذين تكبدوا خسائر فادحة. أصبحنا الآن في القسم الآخر من الحي الغربي، وبعد قليل سوف نقوم بالدخول إلى أحد أوكار المسلحين المتساقطين على الأرض من ضربات قواتنا، أبناء قواتنا العربية المسلحة. تابع رصدنا لإرهاب جبهة النصرة في مدينة القصير، هذه أحد الشوارع، كيف كانت العصابات المسلحة تقوم بإقامة المتاريس كما نشاهد ضمن الشارع، أيضا عمليات التخريب التي كانت تقوم بها للأبنية السكنية. نشاهد كيف قامت مجموعات إرهابية جبهة النصرة بتفخيخ المنازل، كما نشاهد أحد العبوات الناسفة التي قاموا بزرعها أمام أحد منازل المواطنين في مدينة القصير بالحي الغربي. نشاهد ايضا كيف قامت المجموعات الارهابيه بجعل بيوت المواطنين مقرات لارهابهم. نشاهد هذا الكرسي كان موضوع على احد النوافذ ضمن المنزل، وكان يقوم القناص باطلاق القنص من هذه الزاويه الى الشارع العام. نتابع رصد منظومة إرهاب جبهة النصرة في مدينة القصير، أيضا كما نشاهد أحد المقرات التي كان يستخدمها الإرهابيون المرتزقة كأحد غرف النوم لهم. شبكة الإرهاب التي بناها إرهابيو جبهة النصرة في مدينة القصير تنهار أمام أقدام بواسل الجيش العربي السوري. لأخبار تلفزيون معين درغام، مدينة القصير.